هلو، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. طبعا اليوم راح اطلع فضايح نوف. راح اسالها شويه اسئله باذن الله انها تطلع بحب. اوكي، باين الحب من عيونها. يلا نخلص. ايه تمام. اوكي نبدا باول شيء. انا شوفي ببدا لك بالخفيف يعني. راح يستر والله. اول ما قالوا لي انك انت اللي راح تسوي معي المقابله انا كذا خليك كذا. شوفي، اول سؤال، وش اكثر وش نوعيه المسلسلات اللي تحبينها؟ شوفي بصراحه يعني انا عشان لا اكذب عليك ما اتابع مسلسلات كثيره. انا احب قولي لي مثلا المردر دوكيومنتريز، الوثائقي كذا عن قتل ما قتل، هذه الاشياء يعني تلفت نظري بصراحه. اما مسلسلات نادرا ما اشوف، او ممكن فريندز يعني اكثر شيء. هو قديم ممكن انت ما تعرفينه. نو اي نو اعرف. اي ففريندز اكثر شيء. اوكي ذاتس ا جود ون. اوكي الحين السؤال الثاني. ليش غصب تتزوجين عبد الرحمن؟ هذه وصية امك مو وصيتي، انا ما تكلمت ولا تدخلت. انا قاعدة احاول انفذ وصية الوالدة. ما هو تبرير. اجل كلمة ابوكم. انا لسه لابسة الخاتم بعد. لا وتسوي كذا بعد مرة واثقة. حقيقة يعني. يعني هي غصب الا تتزوج عبد الرحمن، يعني انا بديت احس انه عناد. طب لا كلمة ابوكم يعني اذا هو قادر يقول لي لا تمام. ايش ذنبي؟ ذنبي. طب يعني ممكن اتزوج جيناك بالطيب. تراني طيب المستقبل، خلينا نشوف المستقبل وش يقول. جيناك بالطيب ما رضيتي، جيناك بالشر ما رضيتي. مسوية زعلانة. أنا ماني زعلانة. عنادا فيكم بس هذا هو الموضوع. هذا اللي أنا أبغاه. ليش عناد؟ مو عناد بس قولي مثلا يعني الحين يجيني واحد مثل أبوك يعني رجال كفو وغني ويحقق لي كل أحلامي، أقول له لا؟ يعني بالمنطق بالعقل. فكري بعياله. عياله وش فيهم؟ ما شاء الله وش كبركم؟ خلاص كم سنة وتطلعوا من البيت. باي. ناوي تطبخين بعد؟ اي. ماي جاد. حتودينا في داهية. حتودينا في داهية. أنا جيتهم بالطيب ما رضوا فخلاص. أي طيب يا ماما، إحنا اللي جيناك بالشر على طول. اعترفتي. اعترفتي جيتوني بالشر، أنا جيتكم بالطيب وكل شيء ما رضيتوا خلاص.